كان هناك دمار كبير، دمار من حيث البنى التحتية، عدم وجود أي مقومات للعملية التربوية. هذا المشروع الذي انتظرناه لمدة سنتين كاملتين كان أولى أولويات الإدارة العامة للزراعة أن تعطي تركيز لهذا القطاع الزراعي المهم. بحل 63 قضية كانت عالقة ومن القضايا الشائكة. الجميع بدير الزور إلى الانضمام للإدارة والمساهمة في إعادة بناء دير الزور. تعد محافظة دير الزور بالإضافة لمحافظتي الحسكة والرقة محافظة نائية بالنسبة للتصنيف السوري للوضع الخدمي والمعيشي للمحافظات السورية، فقد همشها النظام السابق ومارس بحقها سياسة الفقر والتجويع رغم مواردها وثرواتها الغنية. كذلك الأمر بالنسبة للفصائل العسكرية التي مرت على المنطقة، فجميعها دمرت وسلبت ونهبت المدارس، المشافي، الجمعيات الزراعية والمؤسسات العامة والخدمية كمحطات المياه والكهرباء وأبراج الاتصالات، وأوصلوا المنطقة لمرحلة يكاد يستحال العيش فيها. بعد تحرير ريف دير الزور من الجماعات المتشددة عام 2019، قام مجلس دير الزور بمختلف هيئاته وبالتنسيق مع المجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا بالمباشرة بتقديم الخدمات الإسعافية رغم إرهاب تنظيم داعش وجيش الاحتلال التركي. بدأنا كإدارة مدنية ديمقراطية، كإدارة مدنية سياسية من أبناء العشائر العربية الموجودة بدير الزور، بالوقوف على جميع الاحتياجات السياسية والاقتصادية والخدمية والأمنية. المجلس المدني بدير الزور يعني يتألف من عدد من اللجان المشكلة للوقوف على جميع الاحتياجات في كافة مناطق إقليم دير الزور. دير الزور هو منطقة واسعة وإقليم واسع جدا، حيث تبلغ مساحته أكثر من 16,000 كيلومتر مربع. كذلك يوجد عدد سكان بحدود 1,650,000 نسمة، من ضمنهم 350,000 نسمة نازحين من مناطق غرب الفرات. هذا العدد الكبير من السكان، كذلك هذه المناطق الواسعة، استوجب علينا كإدارة مدنية ديمقراطية بدير الزور تلبية احتياجاتهم من كافة القطاعات. دمار أكثر من 10 سنوات نتيجة الأعمال الإرهابية التي قام بها الإرهابيون بكافة مناطق سوريا ومن ضمنها دير الزور، استوجب علينا الإعداد لخطط واستراتيجيات لإعادة ترميم البنية التحتية بكافة القطاعات. كان يجب علينا الوقوف على جميع الاحتياجات حسب الإمكانيات المتاحة لنا والمقدمة من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، كذلك المقدمة من دول التحالف الدولي وبعض المنظمات. قدم مجلس دير الزور وعن طريق هيئاته العديد من الخدمات حسب الإمكانيات المتاحة وعلى كافة الصعد، ففي مجال الصحة تم تجهيز وترميم العشرات من المراكز الصحية التي بدورها قدمت الخدمات مجاناً. المراكز الصحية في دير الزور وعددها 29 مركز فعال تغطي إقليم دير الزور بشكل شبه كامل، وتمتد من منطقة الجزرات امتداداً إلى أبو خشب بالوصول إلى الريف الشمالي، منطقة بسيتين والحريجة تنتهي إلى منطقة الباقوس. جميع هذه المراكز تقدم الخدمات المجانية للمواطنين وبشكل إسعافي أولي فقط. يتم فيها تقديم الأدوية المجانية المتوفرة لدى جميع المراكز الموجودة في دير الزور. يتم تقديم أيضاً اللقاح الروتيني بشكل حملات شهرية واللقاح الأطفال، ويتم تقديم علاج الليشمانية في جميع مراكز دير الزور بشكل مجاني ومتوفر حالياً في جميع مراكز دير الزور. هناك بعض المراكز متوزعة بشكل منظم على الريف الغربي والشرقي والشمالي، وهي مراكز لتوزيع دواء السكري وهو الأنسولين، حيث من فترة طويلة تم انقطاع هذا الدواء وعدم وجوده في المراكز بسبب انقطاعه في عدة مناطق وعدم توفره في الأسواق الحرة. تم إنشاء مركز كوفيد 19، وهو عبارة عن بنائين مجهزين بشكل شبه كامل،
يوجد فيه 50 سريراً مجهزاً ب50 أسطوانة أكسجين، والعمل جار لتفعيل المركز ليبدأ في استقبال المرضى. كما عملت لجنة الصحة على مشاريع عدة، منها تأهيل مشفى أبو حمام ومشفى هجين، وتفعيل 8 مراكز صحية هي أبو الحسن، ببدران، السوسة، الباغوز، الشعفة، الغرانيج، الحريجي، والشقرة. مركز الباغوز هو أحد تلك المراكز الصحية التي تم إعادة تأهيلها، حيث كان عبارة عن مبنى مدمر، إلا أنه لا يزال يعاني من نقص في المستلزمات الطبية والأدوية. مركز الباغوز الصحي مفعل من 1/1/2020. طبعاً كان المستوصف مدمر محروق، وتمت إعادة هيكلته من قبل لجنة الصحة، ومن شهر 1 لحد اللحظة جتنا دفعتين أدوية. طبعاً في نقص حاد بالأدوية، ما تكفي منطقة الباغوز اللي فيها أكثر من 35 تقريباً 35 نسمة. ومن المشاريع المهمة أيضاً في مجال الصحة، والتي باشرت هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا العمل بها، مشروع إعادة تأهيل مشفى هجين بدءاً من 12 من تشرين الأول، ويستمر لمدة 100 يوم. هذا المشروع الذي انتظرناه لمدة 2 كاملتين الآن يفتتح بجهود أهالي المنطقة والإدارة الذاتية والتحالف الدولي. المشفى كانت فيها أقسام متعددة، من قسم الإسعاف إلى العيادات الداخلية إلى قسم المخاض، العمليات، العناية المشددة، محطات الأكسجين. مشفى كامل كان يخدم المنطقة، لكن نتيجة الحروب الدائرة في المنطقة خسرنا هذا البناء. مشروع إعادة تأهيل مشفى هجين، والذي سيخدم مئات الآلاف من سكان المنطقة، كان محل ترحاب من الأهالي. حالياً بسبب بعد المسافة وبسبب الوضع الصحي الممتاز في المنطقة، إذا صار أي حادثة صعبة أو مشكلة صحية يذهبون إلى المشافة الخاصة البعيدة أو إلى الرقة أو إلى إقليم الحسكة أو إلى إقليم الطبقة من أجل تلقي العلاج. في حال تجهيز المشفى ودعمه بالكوادر الطبية اللازمة وبالمعدات اللازمة، يتم قصر المسافة علينا، ويتم تدارك وضع المريض، ويتم تقديم له علاج بشكل أفضل والراحة النفسية جيدة. وبدأت مراحل المشروع بإزالة الأنقاض والألغام وتكسير وإزالة الإسمنت المسلح في أقسام المشفى كاملة. إزالة الأجهزة الصحية والكهربائية والتكييف المتضررة، ومن ثم البدء بأعمال التشييد والإكساء والسيراميك والدهان والكهرباء. مشفى هجين الذي كان يخدم مئات الآلاف من أهالي المنطقة تدمر بشكل شبه كامل نتيجة الأعمال الإرهابية التي قام بها تنظيم داعش الإرهابي على المنطقة. طبعاً المشفى مدمرة بشكل جزئي، يعني هناك 3 كتل مدمرة بشكل شبه كامل، بحاجة إعادة تأهيل من أعمال البيتون المسلح والجدران البلوك والزريقة وتلبيس الحجر والأبواب والتمديدات الصحية والكهربائية. أما الكتلة الثالثة والرابعة بحاجة أعمال إكساء فقط. حقيقة الآن العمل جاري على تأهيل المشفى كما ترون. طبعا أيضا طلبنا الحكومة والأصدقاء في التحالف الدولي على ضرورة أن يكون هناك أجهزة لكي يعود المشفى إلى سابق عهده. أخذنا وعود حقيقة بجلب أجهزة متطورة لهذا المشفى إن شاء الله في الأيام القادمة القليلة إن شاء الله. هذا المشروع الخدمي خطوة هدفها تأمين الرعاية الصحية وتخفيف الأعباء المالية على سكان المنطقة.
طبعا احنا بالنسبه للهجين فيها اربع مشافي خاصه يعني خصوصا بعد تدهور الوضع الاقتصادي، ارتفاع سعر الدولار، صارت ارتفعت اسعار المعاينات والادويه، فصارت العالم وين تتوجه اغلبيتها، يعني صارت تتوجه وين على مناطق النظام، يعني هنا صارت صعوبة جدا يعني انه لانه لا في عمليات جراحية تتسوى هنا، يعني حتى اذا كان فتكون التكلفة غالية. طبعا اذا مدعوم من قبل الإدارة الذاتية فاكيد راح يكون مشفى مجاني، مشفى حكومي عام يعني. وبالتوازي مع تأهيل مشفى هجين والباغوز، كان العمل جاريا ايضا على قدم وساق من اجل البدء بتجهيز وتأهيل مشفى ابو حمام، والذي بدوره سيقدم خدماته الصحية لأكثر من 300 ألف نسمة من أهالي المنطقة. We are here to support the Deir ez-Zor Civil Council, the Autonomous Administration, our tribal leadership, as well as the SDF. This project by USAID and the US government shows the US government's support of the people of Deir ez-Zor. The US government has provided a number of projects for the people of Deir ez-Zor to help rebuild the community. إعادة تأهيل المشفى خطوة لا تخدم أهالي المنطقة وحسب، بل هي لخدمة جميع أهالي دير الزور. طبعاً افتتاح مشفى أبو حمام هو فرحة كبيرة لشعب المنطقة أبو حمام. كانت الشعب هنا ما عندهم لا مشفى ولا شيء، كانت يذهبون المشافى الخاصة، كانت مادياً غالية جداً، ما يقدرون الأهالي على المصاريف. راحت المشفى تكون هي نقلة نوعية للأهالي، راح توفر عليهم الدواء المجاني، المعالجة المجانية. بالتوازي مع عمل هيئة الصحة، كانت لجنة الاقتصاد قد باشرت هي الأخرى بخدماتها وبدأت بالأولويات، حيث تضم لجنة الاقتصاد العديد من الأقسام مثل الاتصالات، المطاحن، الطاقة، الزراعة، والتي تمس حياة الأهالي واحتياجاتهم ومطالبهم اليومية والمعيشية، لا سيما أن المنطقة زراعية. طبعاً معروف على لجنة الاقتصاد ضمن الهيكلية الإدارية للإدارة المدنية تتبع لها مديريات عدة. عندما نقول بأن لجنة الاقتصاد أي أنها تمس عمل الناس اليومي واحتياج اليومي والمطلب اليومي، فمعروف عن مناطق شمال شرق سوريا أنها مناطق زراعية بامتياز، وأنها أيضاً هي السلة الغذائية لكافة مناطق سوريا وليس فقط مناطق شمال شرق سوريا. فكان أولى أولويات الإدارة العامة للزراعة أن تعطي تركيز لهذا القطاع الزراعي المهم. خلال سنوات سيطرة تنظيم داعش الإرهابي، تراجعت الزراعة في دير ez-Zor إلى حد كبير، حيث كانت البذار والأسمدة والمحروقات حكراً على تجار السوق السوداء، ما أدى إلى عزوف المزارعين عن زراعة المحاصيل الشتوية وزراعة أراضيهم بالمحاصيل التي لا تحتاج إلى تكاليف باهظة. بعد تحرير ريف دير ez-Zor، سعت الإدارة العامة للزراعة التابعة للجنة الاقتصاد بمجلس دير ez-Zor المدني لموسم شتوي ناجح، داعمة المزارعين ضمن خطة عمل للموسم الشتوي 2020-2021 للنهوض بالواقع الزراعي في ريف دير ez-Zor الشرقي والغربي وصولاً إلى موسم ناجح واكتفاء ذاتي للمنطقة. حيث فعلت الإدارة الجمعيات الفلاحية البالغة 82 جمعية، ووضعت خطة للزراعة وشكلت لجاناً للكشف على المشاريع. طبعاً يتبع للإدارة العامة للزراعة 4 مديريات و3 وحدات إرشادية، لدينا في الريف الغربي مديرية، ايضا لدينا في البصيره مديريه، وفي منطقه هجين مديريه، وفي الصور مديريه، بالاضافه لوحده ارشاديه في منطقه الفرات، ووحده ارشاديه في منطقه الجري، ووحده ارشاديه في منطقه الحميده. طبعا هيكليه المديريات تتبع مباشره للاداره العامه للزراعه، والاداره العامه للزراعه تتبع للجنه الاقتصاد. طبعا بدايه عملنا 2020 قمنا بوضع خطه زراعيه 2020-2021. هذه الخطه الزراعيه تتضمن الدعم مستلزمات الإنتاج للأراضي الزراعية والجمعيات الفلاحية.
تمتد الأراضي المروية التي تتبع لها من الجزرات في الريف الغربي وحتى الباغوز في أقصى الريف الشرقي بمساحة تقدر بما يربو فوق 300,000 دونما، إضافة إلى مشاريع سرير نهر الفرات البالغة مساحتها أكثر من 344,000 دونما. لجنة الزراعة والري رخصت 5,082 بئراً ارتوازياً من آبار البادية المنتشرة في أرياف دير الزور والتي تروي مساحات تصل إلى أكثر من 300,000 دونما، داعمة الفلاحين لإعادة تأهيل تلك الآبار. كما رخصت اللجنة أيضاً محركات استجرار مياه الري من نهر الفرات ليستفيد المزارعون من الدعم المقدم لمادة المازوت. وقدمت مديرية الزراعة بالتعاون مع شركة تطوير المجتمع الزراعي في دير الزور البذار والسماد والمحروقات للمزارعين وبأسعار مدعومة خلال الموسم الشتوي 2020-2021 وضمن الرخص التي تم منحها لكل من تقدم بطلبها. أما أعمال الإدارة العامة للري فيعتبر المشروع السادس أهم القنوات المائية الموجودة في ريف دير الزور الشرقي، إذ يزود 5 بلدات رئيسية بمياه الري وهي الزر، الشحيل، ذيبان، الشنان، والطيانة وعدد من القرى الأخرى. يحتوي المشروع على محطتي ري الرئيسية والرفع، ويتم توزيع المياه على الأراضي بواسطة 12 بوابة رئيسية، ومن ثم يتفرع منها عدد من الخطوط لتصل إلى جميع الأراضي المستفيدة. يقوم هذا المشروع الحيوي بإيصال المياه إلى 120,000 دونما من الأراضي، فيما يستفيد منه ما يقارب 150,000 نسمة، علماً أن مياه المشروع صالحة للشرب أيضاً. ومن الأعمال المنجزة للإدارة العامة للري سقاية أكثر من 65,000 دونما في الموسم الشتوي من قمح وشعير، و50,000 دونما قطن في الموسم الصيفي، إضافة إلى صيانة الكنسات وتنظيف حجر المضقات وحوض قناة التوريد في المحطة الأولى. وعمدت الإدارة العامة للري إلى إزالة أكثر من 150 مخالفة في قطاع ذيبان والطيانة والشحيل، وتركيب أكثر من 253 منفسة على الخطوط الفرعية والرئيسية، وصيانة أكثر من 400 مراون على الخطوط، وأكثر من 60 خط مكسور وتركيب أطواق، إضافة إلى صيانة وبرمجة مضخات ومحطمة الأمواج ومصافي التبريد وتركيب مكيفات غاز في صالة القواطع، وتنظيف أكثر من 450 رجاراً على الخطوط. فيما يخص أعمال مديرية الطاقة، فقد أنجزت مديرية الطاقة العديد من الأعمال، منها تفعيل العمل في محطة 7 كيلو بشكل كامل، وإعادة تأهيل وتركيب وتشغيل محولة 30 ميجا لتأمين توتر 20 كافي لمناطق الريف الشرقي وقسم من الغربي، وأيضاً تم إعادة تشغيل محطة الشحيل. كما فعلت المديرية مكاتب هجين والبصيرة وذيبان والشحيل وتسعى مراكز طوارئ في الريفين الغربي والشرقي، وأقامت دورة تأهيل للفنيين. وأصلحت الأعطال على خط 66 كافي وخط 20 كافي وعلى مراكز التحويل وتبديل القواطع والمخارج المعطوبة وإنارة الريف الغربي بشكل كامل. أنهت الإدارة مشروع خط 66 كافي من محطة الشحيل إلى محطة مياه هجين، وكذلك أنهت مشروع خط 66 كافي من محطة 7 كيلو إلى محطة الشحيل، وأنهت العمل بخط جديد عقيدات وتشغيل محطات ري الزر والصبحة وإعادة تأهيل منطقة العزبة ومعيزلة، المدينة الصناعية، الطابية، قشام، عظمان، والعديد من الأعمال الأخرى.
وعلى صعيد الاتصالات، فقد تم تفعيل مديرية الاتصالات في الواحد من آذار عام 2020، ولا يتجاوز عدد موظفيها 15 موظفاً، لكنها أنجزت بعض الأعمال المتعلقة بمراقبة تمديد الكابل الضوئي، بالإضافة إلى توصيل الكابل إلى الصور وإدخاله القدمة وتجهيز برج الصور للاتصالات وبرج المعامل بكافة التجهيزات وإدخاله الخدمة والعديد من الأعمال الأخرى. أما مديرية الصناعة فقد تم تفعيلها في 15 من آذار عام 2020، ويقتصر عملها حالياً على منح التراخيص الصناعية، لكن تم دراسة عدد من المشاريع منها المدينة الصناعية ومحلجة القطن في منطقة 7 كيلو لخدمة المنطقة. أما فيما يخص أعمال هيئة المرأة في مجلس دير الزور المدني، نظمت العديد من النشاطات والفعاليات السياسية والاجتماعية وندوات ومسيرات ووقفات عديدة لمناهضة العنف ضد المرأة، إضافة إلى القيام ببعض المشاريع الاقتصادية، وافتتحت مشاريع من الميزانية المقدمة للهيئة. قمنا بفتح معمل المنظفات في منطقة الكسرة الذي سوف يعمل به نساء عديدة، وقمنا بفتح صالة للبالة عمل فيها من 2 إلى 3 أو 4 موظفات. فرن المرأة هو منطقة الكسرة يستقطب من 10 إلى 15 مرأة يعملون فيه، ووضعنا في خطة سنة 2021 مشاريع عديدة، منها منتزه هجين، منها معمل النسيج في الصور، منها معمل الأجبان وألبان، ومنها فرن ضخم في المنطقة الشرقي. أما لجنة التربية والتعليم فقد فعلت في عام 2020 655 مدرسة. يبلغ عدد الطلبة في الإقليم حوالي 290 ألف طالب وطالبة ضمن المراحل الثلاث. ويتبع للجنة التربية والتعليم 7993 معلماً ومعلمة. أنجزت لجنة التربية والتعليم صيانة 99 مرفقاً صحياً و685 غرفة صحية، وأنشأت أبنية من غرف وحمامات في 15 نقطة، وتوريد 600 خزان مياه الشرب بلاستيك بالتنسيق مع المجلس المدني والمنظمات، كما قدمت للمدارس 15,000 مقعد و1800 مدفأة و163 خزان مازوت. العمل الدؤوب أعاد المدارس المدمرة. كان هناك دمار كبير، دمار من حيث البنى التحتية، عدم وجود أي مقومات للعملية التربوية، ولكن بإصرار العمل وجهود المبذولة من قبل إدارتنا، من مجلس إدارة ذاتية، الجهات المانحة، استطعنا أن نتجاوز كثير من تلك الصعوبات، رغم إصرار كوادرنا التعليمية مع أهالينا مع أبنائنا الطلبة للبقاء في المدارس بوجودها في كجدران فقط، عدم وجود باب، نافذة، مقعد، سبورة، مرافق صحية. ولكن خلال عام 2018 و19 والحد هذه اللحظة في العام 2020 كان هناك حالات سرقة وحالات تخريب في تلك المدارس. تجاوز اليوم في منطقة ما 38 مدرسة، تجاوز في منطقة ما 6 مدارس، في منطقة ما أكثر من 10 مدارس. هذا العمل إما ممنهج أو ضعفاء الأنفس أو لإعاقة العملية بشكل عام. فاليوم من الاحتياج هو أن يكون هناك أسوار لتلك المدارس، من الاحتياج أن يكون هناك حراس لتلك المدارس، حارس ليلي، حارس نهاري. هذا شيء يردع، ورغم أنه نتوجه لأهالينا في كافة المناطق، يجب أن يضعوا يدهم بيدنا حتى قضاءنا على تلك الظاهرة. تدير
فتحت مديرية المواصلات بداية العام 2020 وبشرت بتسجيل المركبات والسيارات منذ منتصف العام بغية تثبيت الملكيات وضمان حق أصحابها وتحقيق الأمان ومنع السرقات، حيث بإمكان من فقد مركبته العثور عليها بسهولة. باشرنا بأول عملية تسجيل للسيارات التي ضمن إقليم دير الزور، وذلك للحفاظ كناحية أمنية وتنظيمية تخص هذا الإقليم، حيث بلغ عدد السيارات التي تم تسجيلها ما يقارب 3000 مركبة بالتعاون مع لجنة الداخلية والمكتب الأمني. لجنة المنظمات جهة تنسيقية تعمل على التنسيق بين البرامج المانحة والمنظمات الدولية والجمعيات المحلية من جهة، ومع مؤسسات مجلس دير الزور المدني من جهة أخرى. كان دور لجنة المنظمات بالتنسيق مع المنظمات في دعم قطاعات مثلا لجنة الخدمات والبلديات من إعادة تأهيل محطات المياه، تقديم المعدات اللوجستية والتقنية، مواد الكلورة، أيضا دعم قطاع التعليم من خلال إعادة تأهيل بعض المدارس، إعادة تأهيل جزئي أو كلي، تقديم خزانات المياه، تقديم المقاعد الدراسية، تقديم القرطاسية والحقائب للطلبة، أيضا بقطاع الصحي من خلال دعم المستوصفات الصحية سواء أدوية أو معدات طبية أو إعادة تأهيل بعض المستوصفات المتضررة، دعم الجمعيات الفلاحية في مجال الزراعة. أيضا كانت هناك عمل واقع وجيد وممتاز مع لجنة الاقتصاد من خلال دعم خط الكهرباء 66 عن طريق البرامج الداعمة، أيضا المشاريع التي تعتمد على محطات الري الزراعية وليس محطات مياه الشرب. يتألف مكتب العلاقات العامة بمجلس دير الزور المدني من 6 أعضاء، أنجز العديد من الأعمال بالتعاون مع وجهاء العشائر والمجلس المدني، منها 63 قضية صلح بين عشائر وأهالي المنطقة، وتجهيز الكفالات لإخراج العائلات من مخيم الهول، والتنسيق مع قوى الأمن الداخلي لإيصالهم إلى مناطقهم. أول شيء على الصلح العشائر بين العشائر، عم نقوم مع شيوخ الوجهاء بالصلح بين العشائر في قضايا دم قديمة من أيام الجيش الحر، من أيام داعش، من أيام أقدم. طبعاً بوجود الشيوخ العشائر ولجنة العلاقات العامة والمجلس المدني نتعاون على هالشيء هذا، وقمنا بحل تقريباً بمنطقتنا قمنا بحل 63 قضية كانت عالقة ومن القضايا الشائكة. الشق العمل لجنة العلاقات الثاني إخراج النازحين من المخيمات. طبعاً قدام من فترة وجيزة قبل القرار اللي طلعت الإدارة الذاتية، هذا القرار الإعفاء عن جميع السوريات، كنا نشتغل نماذج على كفالة الشيوخ والوجهاء والمجالس المحلية. بكفالة الشيوخ والوجهاء والمجلس التنفيذي بدير الزور ومكتب العلاقات العامة في عام 2019، تم إخراج أكثر من 300 عائلة يبلغ عدد أفرادها 2939 شخصاً. أما في العام 2020 وبعد قرار المجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا بإخراج جميع العائلات السورية الراغبة بالخروج من المخيم إلى مناطقهم، تم إخراج 415 عائلة، فيما قدمت العشرات من الطلبات إلى محكمة الدفاع عن الشعب بكفالة الشيوخ والوجهاء والمجلس التنفيذي بدير الزور ومكتب العلاقات العامة في العامين 2019-2020 للسماح بخروج العائلات. تتجه دير الزور مثلها كمثل كافة مناطق شمال وشرق سوريا نحو تغيرات مهمة في كافة النواحي. نحن كإدارة مدنية بدير الزور ندعو الجميع بدير الزور إلى الانضمام للإدارة والمساهمة في إعادة بناء دير الزور. لدينا خطوات جبارة خلال نهاية هذا العام والعام المقبل لترسيم ملامح مهمة لإدارات جديدة سوف تشمل، نحاول ضم جميع الكفاءات الموجودة بدير الزور، ونحن بدورنا نمد يدنا للجميع من أجل المشاركة بهذه الإدارة. سوف تكون هناك تغييرات مهمة على مستوى المجلس المدني، كذلك سوف تكون هناك
خطوات جبارة من حيث التقسيمات الإدارية، حيث سوف يكون هناك 4 مناطق إدارية سوف تؤدي إلى ضم أكبر عدد ممكن من أبناء المنطقة لإدارة مناطقهم بأنفسهم، وهي خطوة جبارة. يعني كمجلس سوريا الديمقراطية وكإدارة دير الزور المدني سوف نقوم بها، بدأنا بها وسوف تنتهي قريبا بإذن الله. حاليا خلال 2020 كان لدينا طموحات أكبر، لكننا قدر جهدنا قدمنا ما نستطيع حسب توفر الإمكانيات المتاحة لنا. رسالتنا إلى شعبنا وأهلنا بدير الزور التعاون الكامل مع قوات سوريا الديمقراطية ومع الإدارة المدنية بدير الزور لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في هذه المناطق وعودة الأمان إلى هذه المناطق بإذن الله. جميع المشاريع التي نفذها مجلس دير الزور المدني بالتعاون مع المجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا والتحالف الدولي تهدف إلى تأمين الأمن والاستقرار في المنطقة، فبعودة الخدمات تعود فرص العمل وفرص الاستقرار، لكن لابد لأبناء المنطقة التعاون مع قوات سوريا الديمقراطية والمجلس المدني للحفاظ على هذه المكتسبات وإعادة أعمار المنطقة.